نظم مجلس الشورى صباح اليوم بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين البريطانية للحوكمة لقاء برلمانيا افتراضيا بعنوان البحرين والعالم، تأمل في المشهد الاقتصادي والسياسي بعد انتشار كوفيد-19. قدمه السيد أليستر بيرت نائب وزير الخارجية والكومنولث السابق وعضو في البرلمان البريطاني بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة اللورد جيرمي بوريس أوف تويد عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة مستشار الشركاء الدوليين للحوكمة. تفاصيل أكثر حول هذا اللقاء مع سعادة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي الخزاعي. سعادة الدكتور بعد التحية، كيف سيسهم هذا اللقاء البرلماني في تعزيز فرص التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين بما يخدم التعاطي مع الظروف والتحديات الناتجة بسبب جائحة كورونا؟ شكرا لاستضافتي وشكرا لمشاهديكم الكرام. سيسهم هذا اللقاء الضيفين الكريمين في تعزيز الثقافة البرلمانية والحضور البرلماني من خلال مجلس الشورى والبرلمان البريطاني في لندن، ونحن نأمل الكثير من التعاون المشترك الذي كان قائما منذ فترة طويلة بين البلدين، وقد ساهم المشاركون الأعضاء من مجلس الشورى بكثير من الأسئلة التي وجهوها إلى المحاضر الكريم السيد أليستر كوك. نعم، ونحن سعداء جدا بهذا اللقاء، ونتمنى أن تستمر هذا النوع من اللقاءات تعزيزا للثقافة البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية. نعم، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي عضو مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.